عيد الميلاد فرصة إن إحنا كمان نتولد. إحنا بنعيد عيد الميلاد ميلاد الرب يسوع، ولكن أيضاً معاه نحتفل بميلادنا إحنا. فنطلب إنه رب المجد صاحب هذا العيد إنه يدينا النعمة دي، إن إحنا نتجرد من أفكارنا الشخصية البشرية ونتبنى أسلوبه ومنطقه اللي هو التخلي والحضور والحب الحقيقي. كل سنة وحضراتكم طيبين، وعيد الميلاد مش مجرد الاحتفال لكن هو المسؤولية. المسؤولية علينا في الخدمة وفي الحياة بصفة عامة، وفي الصورة اللي ممكن نقدمها من أجل صالح كل الناس. من كل قلبي بقول لكل المسيحيين في مصر كل سنة وانتوا طيبين. بكل القلب بهني كل اللي بيعيدوا واللي هيعيدوا بالميلاد. نتمنى انه الجو اللي احنا عايشين فيه في العالم يكون ياخد بركة الميلاد وياخد سلام ملك السلام الآتي إلينا. فرحة كبيرة، ومش عايز أقول إنه ده تأكيد لي يعني محبة حقيقية موجودة جوانا مع كل التنوع اللي موجود بيننا والتكامل. طبعا لما يكون في تنوع واختلاف بيبقى في تكامل. عيد التجسد هو عيد الحب، عيد حضور يسوع في وسطنا. ففعلا تبادل التهاني بيكون حريص عليها قداسة البابا، بتكون حريص عليها الكنيسة. نتبادل مع بعض التحية وبنصلي مع بعض متحدين إنه يعم السلام في بلدنا، يعم السلام في الوطن، يعم السلام في الكنيسة، في كل البشرية اللي بتعاني من الحروب. بنصلي إن الرب يدي سلام، وخصوصا في الشرق الأوسط اللي بتعاني منه الإنسانية. كل سنة وانتم طيبين. أيام مباركة. طفل المغارة يتولد من جديد في قلوبنا. كل سنة وانتم طيبين. سنة جديدة سعيدة وأيام حلوة. كل سنة وحضراتكم طيبين ودايما في سعادة ورخاء، وربنا يديم المحبة الموجودة دايما، نفرح بيها دايما.